تبذل الدولة المصرية جهودا حثيثة وتقوم بتنفيذ مشروعات عملاقة في كافة القطاعات على مستوى محافظات الجمهورية، وعلى نحو خاص محافظات الصعيد التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التركيز على الإطار المتكامل للمشروعات بحيث تحقق التنمية المستدامة برؤية عصرية حضرية شاملة. وتوجه الدولة للاهتمام بالصعيد بدأ مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، حيث واجهت تنمية محافظات صعيد مصر تحديات كبيرة، إلا أن إرادة الدولة استطاعت تحقيق نجاحات ملموسة في الكثير من المجالات، وتم وضع مخطط شامل لتنمية محافظات الصعيد بما يضمن للمواطن حياة كريمة. ونالت محافظات الصعيد نصيبا وافر من مشروعات التنمية في مجالات البنية التحتية ومشروعات الطرق ومشروعات كبيرة في مجال الموارد المائية والري. الرئيس السيسي أكد خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد، أن جهود الدولة التنموية لن تتوقف عند تنفيذ مشروع تطوير الريف المصري حياة كريمة، لافتا إلى أن حركة التطوير سوف تستمر لأن الرفاهية وجودة الحياة تتطلب مواصلة العمل لتحقيق ذلك الهدف. اللي ما تم إنجازه في السنين السبعة اللي فاتوا دول ده يتعدى سنوات طويلة جدا من العمل والإنفاق، مش بس ما فيش عمل من غير إنفاق، احنا بنتكلم في أرقام ضخمة جدا تم ضخها في صالح لصالح مجابهة يعني عشان يحقق أحلامنا ويحقق طموحاتنا فيما يخص التنمية والخدمات والبنية الأساسية والتعليم وكل ما بنتمناه لمصر. ويعتبر مجمع أسيوط لإنتاج البنزين أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية في إطار خطط التنمية لصعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولي في الوجه القبلية، ويهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد. كما افتتح الرئيس السيسي محطة مياه أبو قرقاس بالمنيا ومحطة مياه أبو شنف في الفيومة وتوسعات محطة مياه دشنة بقنا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس. وقد عانت محافظات الصعيد لسنوات طويلة من ضعف معدلات التنمية الحضرية والعمرانية وقلة مستوى الخدمات على المستويات كافة، ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة السياسية في عام 2014 أولى الصعيد أهمية كبيرة، وجاءت التوجهات بوضع خطط استراتيجية وطموحة لإعادة بناء منظومة خدمية متطورة لكل محافظات الصعيد، حيث تم إطلاق حزمة من المشروعات التنموية في كافة المجالات. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. زي ما تابعنا بالأمس افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد كبير من المشروعات التنموية العملاقة على المستوى الزراعي وعلى المستوى الصناعي في صعيد مصر، وقد إيه الشمس تشرق من جديد على أهالينا الطيبين في الصعيد. هم بحاجة بطبيعة الأحوال لمشروعات عدة ولخدمات كثيرة، مهم جدا يبقى في يعني توازن في توزيع المشروعات والخدمات ما بين محافظات مصر المختلفة بشكل عادل، وده يمكن اللي بيحرص عليه بشكل كبير جدا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هنتكلم على هذه المشروعات التنموية، وكمان هنتكلم على الجانب التاريخي لصعيد مصر وازاي صعيد مصر كان أصل الحضارات والصعيد كان عاصمة الدولة القديمة. هنتكلم عن أهم وأبرز كمان الشخصيات والزعماء اللي خرجوا من رحم الصعيد وكانت ليهم حقيقة بصمات متميزة وشديدة الإبداع في المجالات المختلفة. عن هذا الموضوع هنتكلم بشيء من التفصيل الجانب التاريخي لصعيد مصر مع ضيفي الكريم الدكتور خلف عبد العظيم الميري، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية البنات جامعة عين شمس. دكتور خلف صباح الخير وأهلا بحضرتك معنا. صباح الخير على حضرتك وعلى أهل مصر الطيبين وعلى كل عالمنا العربي. اهلا بحضرتك، منورنا ومشرفنا طبعا، بنشكرك على تلبيه الدعوه. وقبل ما نتكلم عن التاريخ
وتاريخ الصعيد وقد ايه صعيد مصر كان اصل الحضارات. خلينا الاول يعني نعرف راي حضرتك في المشروعات القوميه والتنمويه اللي افتتحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المنتظر كمان افتتاح يعني مشروعات قادمه بمشيئه الله في صعيد مصر على وجه الخصوص. يعني دعيني يعني اقدم التحيه الواجبه بكل تقدير واحترام لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولحكومة مصر ولشعب مصر، وأقول بكل حيدة تاريخية الرئيس عبد الفتاح السيسي بيدفع فاتورة أو بيسدد فاتورة إهمال الصعيد في الحكومات السابقة، مع كل الاحترام والتقدير، لأن ما يحدث في الصعيد بالفعل حاليا هي نهضة بكل ما تعنيه الكلمة، ولذلك التحية الواجبة على هذا الاهتمام الذي يولي الصعيد أهمية خاصة، لدرجة أننا إذا قلنا بأن الصعيد أصبح المخزون الاستراتيجي لمصر المستقبل هذه حقيقة، لأن المساحة الزراعية الكبيرة أنت بتتكلمي في حوالي طول 800 أو يقارب 1000 كيلومتر بالاتساع العرضي لمساحة مصر، فمعنى أن ده طبعا الدلتا بالعرض مع المساحة تعتبر مثلا ايه ربع او تلت المساحة الطولية بالنسبة للصعيد. صحيح. فهنا المخزون الاستراتيجي، المسألة لما بقول الرئيس عبد الفتاح السيسي يسدد فاتورة الحكومات السابقة في اهمال الصعيد، كان هناك اهتمام ولكن ليس بالقدر الذي نشهده حاليا. يعني دلوقتي اذا حتى خزان اسوان بيعاد تاهيل خزان اسوان. صحيح. دلوقتي حتى السد العالي ايضا بيعاد تطويره، يعني في المسائل المرفقيه. ما دي يمكن الدكتور خلف الجزئيه اللي كنا بنتكلم عليها، فكره التوزيع العادل في الخدمات وفي اقامه المشروعات والبنيه التحتيه. يعني معروف دايما يمكن كان في الماضي فكره الاهتمام بالمحافظات المركزيه زي القاهره والاسكندريه. اما يعني محافظات صعيد مصر كانت مهمشه ومهمله ومنعزله عن المحيط او القطر المصري بشكل كبير من حيث الخدمات اللي بتقام فيها. ففكره التوزيع العادل ما بين المحافظات شايفه ازاي؟ ده انا شايف التوزيع العادل ليس فقط في المشروعات الاقتصاديه، وهو بالفعل حاصل. يعني قناطر اسنا، قناطر اسيوط، اكبر محطه طاقه شمسيه بتنتج في بتتعمل في بنبان في اسوان، يعني دي بطاقه كهربائيه يعني هتوفر ما يقارب للطاقه بتاع السد العالي كمكان ثاني، مجمعات، اعاده تاهيل مصانع، كل ده بنيه تحتيه، كل التوسعات دي بتخلي ان هذا التوسع الاقتصادي في المشروعات التي افتتحها السيد الرئيس والمفتتحه والمدن والتوسعات الجديده للمدن اصلا في اختراق الصحراء في الصعيد، يعني تلاقي سوهاج جديده، المنيا الجديده، ملاو جديده، اسيوط جديده، كل ده مع اسوان، مع سوهاج، مع انا، مع الاقصر، والاهتمام اللي هي عاصمه العالم في الاثار، كل ده انا لا اقيسه فقط في المنظور الاقتصادي، وانما ايضا له بعد في الامن القومي، الامن الاجتماعي، والامن الثقافي، والامن العلم والتعليم الى اخره. يعني لو شفنا الجماعات المتطرفه سابقا نتيجه ايه؟ اهمال الصعيد وحاله الفقر والتدني ادت الى أن تجد الجماعات أرض خصبة ما بين العطالة والبطالة. طب دلوقتي طب قد المشروعات أهو ليعمل الشباب وليشتغل الشباب في مشروعات قومية أو في مشروعات شبابية أو تشجيع أسر. فهنا المسألة ليست فقط في مسألة مشروعات اقتصادية، وإنما البعد الاجتماعي. صحيح. والبعد الارتقاء الحضاري ده اللي بيحدث في أنبوبس. طبعا المشروعات دي يعني من المفترض إن هي بتوفر فرص عمل للشباب وبتحل الإشكاليات أو الأزمات الاجتماعية. صحيح. هي كلها أمور متشابكة ومتداخلة مع بعضها. فلا توجد حالة الفراغ والبطالة التي كانت من قبل ومن ثم، فأنت هنا تقاومي، يعني تحدثين تطور فكري وتطور ثقافي وتطور تنويري. صحيح. بطريقة غير مباشرة في إطار
الجزئية الاقتصادية. طيب نعم. احنا اتكلمنا عن الجزئية الاقتصادية والجانب الاجتماعي والمكتسبات حقيقة اللي بنحصل عليها من خلال إقامة هذه المشروعات التنموية في المجالات المختلفة الزراعية والصناعية، البنية التحتية. صحيح. صحيح. فكرة نعم. يعني وجود نهضة شاملة في المناحي والمجالات المختلفة. نتكلم بقى عن الصعيد من الناحية أو من الجانب التاريخي، وحضرتك طبعا أستاذ مخضرم في التاريخ، وهتفيدنا أكيد كتير في يعني إعطائنا معلومات قيمة عن صعيد مصر وإلى أي مدى الصعيد كان بالفعل أصل الحضارات وعاصمة الدولة القديمة. طبعا هي التحية واجبة لكل الشخصية المصرية أيا كانت، في الدلتا، في الصعيد، في العربان، في البدو. الشخصية المصرية هي شخصية متكاملة. صحيح. بالدرجات النسبية. ولكن حين نقول الصعيد فعلا زي ما حضرتك أشرتي في التقديم هو أصل الحضارة المصرية، لأن هو الصعيد من صعدة أبر فهناك المرتفع. يمكن هيرودوت قال مصر هبة النيل. هي هبة النيل مش إن هي وجدت الحضارة، لا، لأن النيل حين كان يأتي بالطمي. فالصعيد ومنطقة الدلتا في عصور قديمة يعني قبل ملايين السنين فهي منطقة البراري، فيأتي الطمي لإيه؟ يعمرها فتظهر إلى الوجود شيئا فشيئا فشيئا فشيئا. طب ما الذي موجود ما الذي وجد من قبل؟ هو الصعيد الأبر، المناطق المرتفعة. صحيح. عشان كده لما بنتكلم على الصعيد بنلاقي إن فعلا المرتكز الأساسي للحضارة المصرية القديمة اللي من خلاله أيضا سيذهب إلى الشمال ليمد الحضارة وتمتد إلى سائر ربوع مصر. لكن المرتكز ده اللي بيفسر ليه طيبة تعتبر عاصمة آثار العالم. طبعا ليه كل محافظة في الصعيد فيها آثار، يعني لو احنا خدنا من أسوان أبو سمبل وجزيرة الفنتاين اللي هي معابد فيلة، لو دخلنا بعد كده على إدفو، لو دخلنا على الأقصر، لو دخلنا بعد كده على السوهاج، حتى دخلنا على أسيوط أيضا وأخميم قبل أسيوط في سوهاج، وكل ده لو وصلنا للمنيا هنلاقي تل العمارنة اللي هي انتقلت إليها عاصمة الصعيد ونفرتيتي طبعا أيام إخناتون من في الدولة الحديثة. لو مشينا هنلاقي في آثار متنوعة، سواء آثار فرعونية، سواء آثار مسيحية. صحيح. سواء آثار إسلامية، سواء حتى آثار في التاريخ الحديث والمعاصر. طب هل في دلالة معينة أو تفسير لسبب اختيار يعني ملوك مصر القديمة الصعيد أو طيبة لتكون مقر للحكم المركزي لمصر؟ نعم العليا. هو ده اللي بيخليني، إذا كان هيرودوت قال إن مصر هبة النيل فإحنا بنقول، وده يعني كلنا أساتذة التاريخ والجغرافيا ومفكرين، نقول مصر هبة المصريين. مصر هبة المصريين. صحيح. لأن النيل يمر في 9 دول يعني. لكن هنا الحضارة التي ازدهرت هي كانت هنا في مصر من صنع النيل. طيب ليه بقى ارتكزت الحضارة في الصعيد؟ لأن زي ما قلت لحضرتك أنه هناك التقوا بالنيل جاي، وأول ما يفكروا في استثمار النيل في الأرض الزراعية، والحضارات دائما تنشأ في حضن الزراعة أجريكالتشر يعني. هي فدي لأنها تعني الاستقرار وتعني بقى التأمل، تعني التدبر. هنا المرتكز أصلا في الاستيطان البشري أساسا كان بالنسبة لمصر في الصعيد أولا، ثم زي ما قلت انتقل. وفي عصور تالية هيحدث الاختلاط بقى مع شعوب البحر المتوسط، مع بلاد الشام، مع كل، ويتمصرون ويصبح الأصل المصري. لكن النقاء الأكثر اختلاطا ده اللي موجود في الصعيد. عشان كده بالله أغلب ملوك الدولة القديمة، مصر القديمة في مختلف عصورها، خاصة لقبل الأسرة 25 دي بتبقى من الصعيد. حتى الأسرة 25 نفسها كانت من النوبة يعني برضو، وطبعا مصريين أصل. فهنا حضرتك قلت جزئية مهمة جدا. نعم. إنه ما فيش مدينة من مدن الصعيد إلا ما تلاقي فيها أثر قطع أثرية. نعم. شيء بيرمز لحضارة، بيعبر عن حقبة أو عصر تاريخي أو زمني. صحيح. محدد. صحيح. فده حقيقة شيء جميل جدا، وبيؤكد عظمة صعيد مصر إن هي. نعم. كانت محتضنة
يعني احتضنت التاريخ والآثار والعلم صحيح. والثقافة والفنون. بالنسبة للصعيد وأبناء الصعيد في الحروب أو في الصراعات أو في الغزوات، دايما كان هم بيتصدروا المشهد وبيدافعوا عن مصر. الجزئية دي كمان تاريخيا ممكن حضرتك يعني تكلمنا عنها ازاي؟ حتى منذ بدء توحيد مصر أصلا، يعني الوجه القبل والوجه البحري صحيح. نار مرمينة وأيضا يعني قدم من الصعيد واتجه إلى الشمال لتوحيد الدولة، بدل ما هي يعني إقليمين وإقليم واحد بدأنا كده. لما بعد ذلك حتى حين تنتقل العاصمة من طيبة لأقصر طبعا حتى بقى إلى منف، فأنت أيضا في الصعيد، يعني احنا لما بنتكلم من الجيزة لغاية أسوان ما ده كله الصعيد، نبدأ نصعد أبر أو صحيح. فنفس الحكاية لما تنتقل في ظل العمارنة إخناتون في المنيا، يعني ايضا انت في الصعيد، في كل هذا التراوح الا باستثناء فترات تاريخيه لاحقه في العصور المتاخره في الفتره البطلميه او الجريك رومان، دي اللي هتبقى في الوجه البحري، في مع طبعا ملاحظتنا ان عندنا عين شمس برضه، صن الحجر الشرقيه صحيح. كل اقاليم مصر فيها، لكن الدرجه التركيز الاكبر في الصعيد، لان ده الاستقرار الاول والاساسي اللي كان موجود اصلا للحضاره المصريه والحضاره الزراعيه واللي هتاخد التجاره. يعني لو شفنا من أحمس الأول، تحتمس، رمسيس الثاني، كل دول بنفس الملامح اللي حضرتك بتشوفيها دلوقتي، الأقرب إلى شخصية ابن الصعيد بملامحه بطبيعة تأثير المناخ والجو عليه. مع العلم طبعا أؤكد إن إيه، إن الشخصية المصرية هي شخصية ككل متكاملة في الصعيد صحيح. والدلتا صحيح. يعني الأمر سيان، لكن الدرجة النسبية في مسألة النقاء، يمكن الجو في الجنوب أدى حالة من الصلابة صحيح. يمكن مسألة، ودي هنشوفها، مسألة المجابهة وحماية الدولة المصرية العظيمة المستمرة وبإذن الله ومستمرة إلى ما شاء الله إن شاء الله، أدى هذا الحرص على ارتباط المصري بالأرض والدفاع عن الأرض، الأرض والعرض تماما، وهو أكثر اتساقا. يعني لا يغرنك هجرات المصريين في السنوات الأخيرة أو يعني النصف السنة من القرن العشرين، لا، المصري دائما وابدا هو مستوطن مستقر صحيح. تاتي اليه الهجرات، سيدنا يوسف واخوه سيدنا يوسف، متمسك بالارض وبالمكان وبالمحيط اللي اتولد فيه، وعشان كده هو اقام فيها حضاره وحضاره اعجازيه يعني جاءت حتى في الكتب السماويه، وعشان كده كانت يعني ليس من باب الصدفه ان تكون مصر على مر التاريخ هي اكبر الدول العربيه عددا وسكانا واستقرارا صحيح. ليست صدفه وانما هي هكذا على مر التاريخ، وهي التي استقبلت الهجرات التاريخيه على مر التاريخ ممن جاءوا اليها طامحين مسترزقين برزقها. وعندنا في قصه سيدنا يوسف واخواته يعني لا بالرغم سيدنا موسى نفس صحيح. الحكايه، سيدنا سيدنا ابراهيم تزوج مصريه ايضا واستقرت في بلاد العرب، سيده هاجر ولدت سيدنا اسماعيل مصريه، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السيده ماريا القبطيه من المنيا وتزوجها وانجبت له سيدنا ابنه ابراهيم، ومن بعد السيد المسيح عليه السلام والسيده مريم البتول يعني يأتون إلى مصر مؤتمنين وآمنين بظلها صحيح. آمنين بظلها العائلة المقدسة يعني هنا بنلاقي، وعشان كده يعني ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ليست من فراغ، وأنها ذكرت في القرآن الكريم وليست من فراغ أنها هي الأرض التي تجلى فيها رب العالمين في طور سيناء صحيح. على وجه الكرة الأرضية صحيح. نعم طب يعني حقيقة شواهد كبيرة وعظيمة بتؤكد أصالة الصعيد مصر، شاهد على الحضارة والتاريخ والثقافة. هنرجع تاني للجزئية المتعلقة بالحماية ودورهم في حماية الأرض والعرض من الغزوات المختلفة. لو مثلا توقفنا عند الحملة الفرنسية أو غيرها من الغزوات أو الاحتلال صحيح. ودور أهالينا وأبناء الصعيد في يعني صد أي هجوم أو أي غزو أو يعني أي اعتداء على مصر. يعني أنا أشكر حضرتك للملاحظة، لأن الحملة الفرنسية احنا عارفين جاءت ودخلت من الوجه البحري، وطبعا في مقاومة من أهالينا أيضا في الوجه البحري، لكن بيحدث الانكسار وأيضا تلتقي يعني بعض اللي هم وصلوا إلى الصعيد مع أهل الصعيد نفسهم، وهنا نجد المقاومة الكبيرة التي ستتفتت عليها الحملة الفرنسية والحلون.
من هذه الأمور ما ذكره القادة الفرنسيين أنفسهم عن المقاومة التي شهدوها في الصعيد وأفشلت الحملة. يعني ديزيه ده كان معروف أنه من أشرس القادة العسكريين في الحملة الفرنسية. ديزيه قاد حملة على الصعيد، وهذه الحملة كانت تأتي يعني فظائع لدرجة أن بني عدي في محافظة أسيوط، اللي منها الشيخ العدو الشيخ الأزهر، واللي منها المهندس عبد الرحمن مخلوف اللي هو خطط لأبو ظبي ومكة والمدينة اللي توفى منذ أيام، دي الله يرحمه دي استشهد فيها حوالي 2000 على أيدي الحملة الفرنسية، ومع ذلك عادت المقاومة. ديزيه نفسه والقادة الفرنسيين بيقولوا أننا كنا ندخل قرية ونبيدها، يعني نحرقها ونخال أنها أصبحت مواتا، فنفاجأ بأن هناك مقاومة كر وفر علينا من الطرقات من الحقول من حيث لا ندري. أيضا حصلت معركة حاسمة جدا في جرجة سوهاج، أيضا في النوبة في جزيرة فيلة، وطبعا لما نقول النوبة احنا بنفتكر الله يرحمه سيادة المشير محمد المشير طنطاوي الله يرحمه أسوان العظيمة. فهنا بيقول لك ان احنا لما وصلنا للنوبة عشان خاطر لأسوان جزيرة فيلة في أسوان عشان خاطر خلاص دي آخر حاجة، فوجئنا ان حتى النساء يخرجنا ويهجلون علينا التراب، والقادة في أسوان في فيلة جزيرة فيلة قالوا نحن لن نفر أمامكم مثلما فر المماليك، ولكننا سنقاتلكم إلى أن يموت منا آخر استشهد آخر واحد منا. وهناك يعني معارك كثيرة فاصلة وتقول يعني تروي في الوثائق الفرنسية ذاتها أن الحملة الفرنسية حدث الفشل لها بداية من الصمود والمقاومة في الصعيد، ومن ثم بدأت تعود ثانية. يعني في جرجة لم يقتصر الحرب على البر، وإنما أيضا هاجموا السفن الفرنسية التي كانت تأتي في النيل، ولدرجة أن في إحدى المعارك قتل فيها 100 فرنسي، هذا لم تخسره الحملة في أماكن أخرى. في جرجة في معركة هجموا فيها على السفن الفرنسية في نهر النيل، وتوالت هذه المقاومة الأمر الذي جعل الفرنسيون يعني يعودون أدراجهم صحيح. من الصعيد إلى الخلف شيئا فشيئا، هي حقيقة نماذج عدة يعني بتؤكد شجاعة المصري في المجمل حقيقة، والبطولات المختلفة اللي كان بيفتدي بيها بروحه وبحياته من أجل رفعة الأوطان. يعني في نماذج كتيرة وفي مراحل تاريخية كتيرة كان صعيد مصر حقيقة قدم القدوة في هذا المجال. اتفضل. تسمحي لي، يعني احنا عندنا ثورة 19 وهي الثورة الشعبية العظمى فعلا في تاريخ مصر. في المنيا في ملاو دلموس، طبعا هي على مستوى كل أقاليم مصر، حصل مهاجمة الاحتلال البريطاني على كل ربوع مصر ومن زفتة وفي كل مصر، ولكن الشراسة يعني الحملة القوات البريطانية وهي راحة في ملاو ودرمواس تعرضوا لهجوم وقتل فيها قائد الحملة البريطانية بوب، وتم إفشالها يعني أزيلت الفلنكات السكك الحديدية، وأيضا حدثت أيضا المقاومة. وحتى في أسوان ألقوا القبض على الحامية البريطانية اللي موجودة في أسوان، فهنا وانتشر طبعا كل المقاومة في كل ربع مصر. يعني عشان نتخيل ان حين يهب المصري دفاعا عن ارضه فالمساله وارض الارض هي الارض هي كل شيء، ولذلك الاستشهاد في سبيلها هو اسمن ما كان وما صحيح. كان ولا يزال وسيظل المصري يقدم روحه فداء. صحيح، وده حقيقة كان في المراحل التاريخية المختلفة، يعني مش مرتبط بحقبة تاريخية أو زمنية معينة. نص أكتوبر وغيره. صحيح، يعني التاريخ يؤكد هذه البطولات، وأيضا يعني الحاضر يعني يترجم هذه البطولات. وحتى في المحيط أو في الفترة الأخيرة ما شهده الوطن العربي من محاولات يعني تفتيت أو تفكيك المنطقة لدويلات صغيرة متناحرة ومتصارعة برضو
حقيقة بيأتي المواطن المصري يعني قادر على الثبات والصمود أمام كل هذه المحاولات التي تحاول أن تنال من هيبة الدولة المصرية. صحيح، يعني أنا أشكر حضرتك لهذا السؤال. على فكرة بالمناسبة، على مدى كان لي شرف ان انا كنت ماسك رئيس الشعب واللي كان في المجلس الاعلى للثقافه، وكان في محاولات، ودي معروفه لنا تاريخيا، محاولات اقليميه ودوليه لتفتيت مصر ولتقسيمها. صحيح. ومحاوله ان مثلا يبقى ايه معروف يعني في المخطط اللي كان للاقليم الشرق الاوسط الكبير اللي هو ومصر الجائزه الكبرى بالضبط الجائزه الكبرى تبقى سيناء الوحديه، تبقى الشمال الاسكندريه والمنطقه الوحديه، يبقى صوت الوحديه، تبقى القاهره الوحديه، يبقى النوبه الوحديه. انما الحمد لله يعني اللهم لك الحمد 30 يونيو 2013 احنا عبرنا كل المخططات. صحيح. الحمد لله، وده اللي بيخلي هذا العمق وهذا البعد. اتصلنا على الفاشيه الدينيه بطبيعه الاحوال، وده الحمد لله على الفاشيه الدينيه والمخططات الاقليميه والمخططات الدوليه والمتربصين بنا داخليا وخارجيا، وده اللي بيخلي الحمد لله يعني ربنا يوفق حكومتنا، يوفق الجيش، لان استقرار مصر بيدي الفرصه لانها استقرار عربي. صحيح. الكل متكامل مع بعض من البعض. يعني انا بشكر حضرتك جدا جدا دكتور خلف عبد العظيم المير، استاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكليه البنات جامعه عين شمس. شكرا جزيلا يا فندم، نورتنا وشرفتنا، ويعني دايما حقيقه مصر عظيمه بابنائها. شرفتنا ونورتنا يا فندم. شكرا جزيلا لحضرتك والساده المشاهدين، ودايما بخير وسلام. امين. شكرا. يا رب. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك، والشكر متواصل مع حضراتكم مشاهدينا الكرام. بعد الفاصل اخبار المال والاعمال، اخبار الاقتصاد.